اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره كواليس المونديال. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بقالي كتير ما شفتكش. ماتشات الشباب ده كده ولا حاجه؟ ماشي. ايضا محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. عندك انت اخبار ايه؟ ما تقولهاليش. ماشي كله في وقته. عموما خلينا نبدا دائما بتقرير المونديال، نطلع نشوف هذا التقرير عن مونديال قطر ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. جولة في أهم أخبار مونديال قطر 2022. ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يصف المباراة أمام كرواتيا بمثابة تحد خاص أمام منافس متمكن. زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا يعرب عن فخره بالوصول إلى المربع الذهبي ويؤكد أنه ولاعبيه جاهزون لمواجهة منتخب الأرجنتين. لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا يؤكد على صعوبة مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه وفريقه سيقدمون كل ما لديهم وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز. ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا يشيد بمنتخب المغرب ويشدد على أن بلوغه للمربع الذهبي ليس صدفة وأن المواجهة ستكون قوية. الصحف العالمية تسلط الضوء على مواجهة منتخب المغرب ونظيره الفرنسي وتعلق كيليان مبابي وجها لوجه مع صديقه المغربي أشرف حكيمي في نصف نهائي كأس العالم. النجم الفرنسي كريم بنزيما يبعث رسالة دعم لزملائه في المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب. رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا يشدد على أن مواجهة المغرب ستكون صعبة ومعقدة ولا مجال للوقوع في أي أخطاء. الظاهرة رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية يقول إن أفضل لاعب بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم في قطر هو الفرنسي كيليان مبابي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. طيب خلينا نبدأ بنتائج الدور الثمانية. طبعا كرواتيا والبرازيل، وفوز المنتخب الكرواتي على المنتخب البرازيلي 4-2 بركلات الترجيح، وهولندا والأرجنتين، وفوز أيضا المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الهولندي 4-3 بعد تعادل في نتيجة المباراة 2-2، ثم المغرب وفوزها على البرتغال بهدف مقابل شيء، وإنجلترا وفوزها أو هزيمتها من المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء. خلينا نبدأ نعلق على مباريات الدور الثمانية. أربع مباريات أعتقد لم تكن هناك مفاجآت يا أحمد، باستثناء مباراة المغرب والبرتغال. بالتأكيد مباريات ممتعة، المونديال ده ممتع بشكل كبير. بالنسبة لي المغرب ده حالة خاصة، يعني المغرب صحيح. بصراحة في البداية ألف مبروك ليهم، المغرب بتصنع التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي بيتأهل نص نهائي المونديال. اللي بيحصل في المغرب ده برضو بيأكد ان احنا هنا زي ما كان كابتن محمود الخطيب بيتكلم في المؤتمر الصحفي ان احنا هنا محتاجين وقفة شوية مع الإدارة في الكرة في مصر في حتة الجانب الإداري. لازم نشوف تجربة المغرب دي ايه اللي حصل فيها وايه النجاحات، النجاح ده اللي وصلوا له ازاي، قدروا ان هم يكونوا متواجدين في وسط الفرق العالمية ديت ووسط المنتخبات العالمية ديت بوجود مدرب زي وليد الركراكي بصراحة اللي بيستحق التحية، اللي بيثبت ان المعيار هو الكفاءة مش بالسن. الموضوع مش لازم ان انا اجيب واحد كبير او خبرة، لا، الموضوع بالكفاءة، ان المدرب ده كفء فانا جايبه. اولا منتخب المغرب بيقدم اداء ممتاز مع وليد الركراكي، منظمين جدا تكتيكيا بال 4-1-4-1، اقوى دفاع في المونديال. منتخب المغرب ما دخلش فيهم غير هدف واحد، ولعبوا مين؟ لعبوا اسبانيا ولعبوا كرواتيا ولعبوا بلجيكا ولعبوا البرتغال. انت بتتكلم في مدرب زي الركراكي ده متفوق على فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، متفوق على لويس انريكي، متفوق على مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، متفوق على داليتش مدرب كرواتيا، كلهم يعني هو متفوق على الناس دي كلهم وممتاز جدا بالطريقه الدفاعيه. يعني معانا حالات برضو فنيه كده ان هو في المغرب ازاي بيلعبوا بال 4-1-4-1. طيب خلينا بس نتكلم عن دلوقتي اللي انا قلت فيه اربع مباريات ثانيه، هنتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال، ولكن مباراه كرواتيا والبرازيل، مباراه هولندا والارجنتين، ايضا المباراه الاخيره ما بين الانجليز والمنتخب الفرنسي او منتخب انجلترا والمنتخب الفرنسي، ثلاث مباريات برضو صعبه جدا وكانت كل الانظار بتتجه لهذه المباريات يا محمد. بص يا كابتن، كل مباراه فيها كان فيها بالنسبه لي كان فيها حاجه لو كل فريق كان عملها هيقدر يفوز بيها، فكل الفرق اللي فازت وكل الفرق اللي طلعت للنصف النهائي كانت تستحق التأهل.
يمكن مباراه الارجنتين وهولندا يمكن كانت هي اقوى مباراه في دور الثمانيه، والمباراه اللي كانت اكثر كمان جماهيريه واكثر حضور جماهيري في المباراه، والكل كان منتظر مباراه كبيره جدا وحصل بالفعل حتى رغم تقدم المنتخب الارجنتيني، ولكن هولندا قدرت تتعادل ووصلوا ركلات ترجيح. يمكن فنيا كانت قويه جدا وكانت مليانه خناقات، يمكن في الشوط الاول كانت مخنوقه شويه ولكن بعد كده المباراه فكت. يمكن مباراه المغرب والبرتغال جت زي ما منتخب المغرب عاوز بالظبط، منتخب المغرب كان عاوز يجيب جول، مفيش افضل من ان انت تجيب جول في الدقيقه 43 من الشوط الاولاني، قدرت انك تعدي خصم صعب جدا زي المنتخب البرتغالي. مباراه انجلترا وفرنسا يمكن الناس كلها كانت منتظره مباراه فنان اقوى من كده او اعلى من كده، ولكن المباراه منتخب فرنسا قدر ياخد اللي هو عاوزه بالظبط، قدر يكسب المباراه ويتقال نصف النهائي بكل بساطه، وقدر يتفوق على المنتخب الانجليزي. المباراه الاخيره البرازيل وكرواتيا، وده هنتكلم فيه حتى لما نتكلم على المنتخب الكرواتي قبل مواجهه الارجنتين. منتخب كرواتيا لو سحبك لحد اكسترا تايم او ضربات جزاء هيكسبك. منتخب كرواتيا عنده حارس مميز جدا ليفاكوفيتش، هيعوض خلاص بشكل كبير جدا غياب نوير لنهايه الموسم في بايرن ميونخ، هينتقل من دينامو زغرب لحد بايرن ميونخ بسبب ادائه في كاس العالم. حارس ممتاز، عنده ثلاثه لعيبه في وسط الملعب بيقدروا يعملوا كل حاجه، بروزوفيتش وكوفازيتش ولوكا مودريتش العقل المدبر في المنتخب الكرواتي. عشان كده كرواتيا خدت البرازيل للمكان اللي هي عاوزاه لركلات الترجيح، سابت بقى كل المهارات وسابت كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السامبا البرازيليه خلال دور المجموعات او دور ال 16، وقدروا ان هم يتفوقوا عليهم. عشان كده مباراه نصف النهائي انا بشوف ان الاربعه يستحقوا، مفيش فريق صعد بالصدفه، كل الفرق صعدت بعد تعب كبير جدا. يمكن فرنسا كرواتيا الاثنين بتتكرر مره ثانيه، ممكن تتكرر نهائي ثاني ويبقى الاول مره يبقى فيه نهائي متكرر بالشكل ده، ولكن انا بشوف ان فرنسا تستحق، كرواتيا تستحق، لاول مره تقدر تقول ان الاربع منتخبات يستحقوا الفوز بكاس العالم بجدار. طيب صراع النجوم بيشتعل في المربع الذهبي لترك بصمه تاريخيه، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع بقى نتكلم عن المباراه الاهم الحقيقه، هي مباراه المغرب والبرتغال، وكيف يستطيع المغرب الفوز في هذه او كيف استطاع المغرب الفوز في هذه المباراه. بطوله كاس العالم 2022 في قطر المثيره بكل تفاصيلها ومفاجاتها وارقامها وصورها، ها هي تصل الى الامتار الاخيره في مشوارها. يخوض الرباعي فرنسا والأرجنتين وكرواتيا والمغرب صراعا للمجد بعد تأهلهم إلى نصف نهائي المونديال، على أن يتوج الأحد المقبل منتخب يترك بصمة تاريخية في صفحات البطولة العالمية، كما يسعى اللاعبين أيضا لترك بصمة لهم عبر التاريخ. ولعل من بين أكبر هذه الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، سيكون الصراع على أشدة في السباق على صدارة الهدافين بين كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي الذي سجل 5 أهداف ونجح في تمريرتين حاسمتين، ويدخل أيضا في الصراع النجم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين والذي سجل 4 أهداف ونجح في تمريرتين حاسمتين، والذي يأمل أن يتمكن من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده. كما سيكون أوليفي جيرو نجم منتخب فرنسا داخل الصراع الذي سجل 4 أهداف. من جهة أخرى يستمر المنتخب المغربي الشقيق في إبهار جمهور الساحرة المستديرة في العالم بتقديم مستويات ونتائج رائعة والوصول إلى ما لم يحققه أي منتخب عربي وإفريقي من قبل. بعد بلوغه المربع الذهبي بعد إطاحته بالبرتغال، يعيش نجوم المنتخب المغربي اليوم فترة هي الأفضل في مسيرتهم الكروية، والتي دفعت عددا من الأندية الأوروبية لرصدهم للتعاقد معهم خلال الميركاتو المقبل، على رأسهم سفيان مرابط الذي أبدت مجموعة أندية اهتمامهم به، أبرزهم نادي ليفربول الإنجليزي حسب ما ذكرت صحيفة إيكو الإنجليزية. ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو، اهتمت أندية ليل الفرنسي وفيورنتينا وتورينو الإيطاليين وبرشلونة الإسباني الرغبة في الظفر بخدمات عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة، والذي نال الإشادة أيضا من المدرب لويس إنريكي بعد خروج إسبانيا من دور 16. ووفقا لتقارير إسبانية أشارت إلى أن نادي برشلونة يرغب في ضم الحارس المغربي ياسين بونو من إشبيليا الإسباني ليكون بديلا لتير شتيغن. في كرة القدم لا يوجد مستحيل، عودتنا الساحرة المستديرة أن ننتظر غير المألوف ونعتاد على النتائج الغريبة ونشهد المباريات المثيرة، وفي هذه النسخة من مونديال قطر كانت الإثارة حاضرة بقوة على مستوى النتائج وخابت أغلب التوقعات لتأتي بمرشحين جدد للقب المونديالي. الحقيقة يا أحمد النهاردة بنسمع عن نجوم المنتخب المغربي، كل يوم بنسمع أن في فلان عايزه فلان في النادي الكبير برشلونة وريال مدريد، وبنسمع عن بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، كل الأندية دلوقتي في أوروبا بتنظر للعيبة المغرب. يحسب للمدرب لما تلاقي الفريق كله بقى نجوم
يحسب لوليد الركراكي، بيتعامل معاهم يعني كل الصحف بتتكلم على التعامل الجيد منه والعلاقه وعلاقته باللعيبه بشكل كويس جدا. يمكن اوناحي النهارده علاقه اللي هو الاخبار بتربطه ببرشلونه، عز الدين اوناحي اللي تحدث عنه لويس انريكي. يمكن هو عنده خبر او قصه غريبه شويه، عز الدين اوناحي ان هو كان في الكاس الامم الافريقيه الاخيره، كان وحيد خلوزيتش مدرب المنتخب المغرب السابق كان رايح عشان يتفرج على سفيان بوفال في نادي انجيل الفرنسي، كان رايح الدوري الفرنسي يعني عشان يتفرج على سفيان بوفال، فشاف اوناحي ده بالصدفه. مين؟ خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق في كاس قبل كاس الامم الافريقيه، فشاف اوناحي بالصدفه فخده ولعب معاه كاس الامم الافريقيه. وكان بعض الانتقادات يقول لك ازاي ده، مين ده اللي عنده 21 سنه وده دلوقتي بقى واحد من نجوم المونديال ومرشح بقوه ان هو يروح، ولويس انريكي اتكلم عنه في مباراه اسبانيا بعد مباراه اسبانيا بشكل كويس جدا، وخلاص يعني بيقترب من الانضمام لبرشلونه. لعيب مكوك من اكتر معدلات جري في البطوله، عز الدين اوناحي من احسن اللعيبه جنب برده سفيان مرابط اللي بيقترب برده من الانضمام، لعيب فيورنتينا الايطالي وبيقترب من الانضمام لليفربول، يحسب برده للجهاز الفني بتاعهم. لو بصينا هم طريقه لعب المغرب يا كابتن اسلام، هم بيسيبوا الاستحواذ للخصم 73% استحواذ البرتغال، لكن لو بصيت على معدل المحاولات تبص تلاقي ايه، البرتغال عامله 12 محاوله منهم 3 بس صح، يعني 3 ما بين الثلاث خشبات، واستحواذهم 73%، يعني استحواذ بلا فايده، استحواذ سلبي. عكس المغرب عامله 9 محاولات ومستحوذه 27% بس، يعني قد محاولات الايه البرتغال 12 والمغرب 9، قريبين من بعض. فلو بصيت على الطريقه الدفاعيه اللي الممتازين بيها بالاربعه واحده هتلاقي الخطوط متقاربه جدا. اوكي، وليد الركراكي من المدربين اللي معاها رخصه الكاف برو اللي هي اعلى رخصه في الاتحاد الافريقي، واللي كانت لسه معموله في المغرب. واحد من المدربين كان موسيماني موجود، من المدربين اللي بيتطوروا بشكل كويس، شفناه في الفتح الرباطي دايما هو بيعتمد على الاربعه واحده اربعه واحد بشكل ممتاز، مضايق المساحات، حكيم زياش وسفيان بوفال على الاطراف بيخشوا دايما للعمق عشان يقفلوا الهاف سبيس بشكل ممتاز، بحيث ان انت لو جبنا الصور هتلاقي البرتغال مستحوذه، ولكن بتبص على برونو فرنانديز الجناح الايمن بتاع البرتغال وجواو فيليكس، ادي الصوره الاولانيه اللي معانا اهي، ادي الاربعه 4-1-4-1 ده التشكيل. نعم هيحطوا لنا الصور اهي، ادي الاربعه 4-1-4-1 قيس المسافة كده من خط الدفاع لخاية سفيان النصيري، هتلاقي المسافة 25 يارد 25، مسافة صغيرة خالص. بص حضرتك هنا سفيان مرابط واقف قافل العمق، بص مين اللي داخل لجوه، حكيم زياش قدام اشرف حكيمي، ليه داخل لجوه وسفيان بوفال داخل؟ عشان اقفل الهاف سبيس، اقفل انصاف المساحات اللي بيستلم فيها برونو فرنانديز اللي هو اللاعب الخطير وجواو فيليكس، فاحنا ما حسيناش بيهم. رغم الاستحواذ ده خلاص انت قافل عليه الايه؟ الهاف سبيس وقافل عليه المساحات اللي هي ما بين الخطوط. كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي برده نفس الشكل، ادي سفيان ده ال 4-1، ادي سفيان مرابط وادي النصيري بال 4-1-4-1. كمل، هتبص بقى بعد كده برده نفس الشكل، هنا برده سفيان يوسف النصيري اللي هو هنا زياش داخل لجوه وسفيان بوفال داخل لجوه عشان يقفل الهاف سبيس اللي هي انصاف المساحات. يوسف النصيري دايما مكلف اللي هو المهاجم، مكلف برقابه اللاعب الارتكاز للخصم، دايما واخد الارتكاز، يعني بيسيبه يحضر، حضر انت الكوره مع الاثنين المدافعين، ويوسف النصيري دايما واخد اللاعب الارتكاز، وادي عمليه ان انت خلاص انت معاك الكوره ورا، لكن انا اقفل لك العمق واقفل لك الاطراف، الاطراف قافلها بالجناحين واقفل لك العمق بسفيان بوفال وناحي واللاعب الثالث معاهم، يعني انا عامل لك شبكه 3 ارتكاز وجناحين والمهاجم سفيان النصيري. كمل برده هنا برده نفس الستايل، برده هتلاقي النصيري برده رايح مع اللاعب الارتكاز بال 4-1-4 وادي زياش وبوفال بيضموا لجوه في مسافه حوالي 19 متر. الصوره اللي بعد كده بتبين لك بقى ايه، ان هم عندهم برده التحولات بتاعتهم، وان هم مش بيدافعوا بس، لا ده هم عندهم باترن بص هنا التفوق العددي والزياده في عمليه التحول من خلال اشرف حكيمي، 5-4 لو عدينا لعيبه المغرب اللي هم بالاحمر عليهم 5 قدام 4 من البرتغال، فعاملين تفوق عددي وتفوق في التمركزي في الحته بتاعتهم، ان هم بيطلعوا بالكره ازاي وعندهم تحولات وهجمه مرتده زي اللي شفناها في لعبه الهدف. اوكي، يحيى عطيه الله برضه لما غاب نصير مزراوي الباك ليفت ظهر باك شمال اللي هو بتاع الوداد المغربي يحيى عطيه الله، ظهر بشكل كويس جدا وعمل كروس هايل ليوسف النصيري اللي ارتقى لغايه 2.7 متر، وقدر ان هو اعلى ارتقاء في كاس العالم، اعلى ارتقاء وتاني اعلى ارتقاء في يعتبر في الكوره بعد ارتقاء كريستيانو رونالدو في مباراه مانشستر يونايتد، في مانشستر يونايتد ريال مدريد ومانشستر يونايتد 2.7 متر،
فبصراحه المغرب بتستحق التحيه على اللي بيعملوه. بيغيب مثلا المدافع رومان سايس اتصاب، نزل بدر بنون، نزل اشرف داري، غاب نايف اكرت، لقينا المدافع جواد اليميك اللي كان بيلعب في الرجاء المغربي ودلوقتي في الدوري الاسباني. بقى عندهم لعيبه، عندهم حلول كتير. لما بدر بنون وبدر بنون ظهر برضو، عندهم دكه كويسه، لما بيغيب او بيتصاب منهم لعيب بيظهر اللعيبه الثانيه بشكل ممتاز، فدي بصمه مدرب واضحه ويستحقوا التحيه، وبنتمنى نتمنى ان هم يوصلوا نهائي. طيب المباراه بقى، مباراه المغرب وفرنسا، شايفها ازاي؟ صعبه جدا اكيد على المغرب، اكيد كلنا بنتمنى ان منتخب المغرب يصل للمباراه النهائيه. يمكن انا بشوف ان الوصول للمباراه النهائيه هيغير وجهه نظر كل المسؤولين عن الرياضه في العالم، خلاص عن الكره العربيه والكره الافريقيه يمكن اتغيرت خلاص، ولكن هتتم بشكل نهائي. خلاص انت فريق افريقي موجود في الفاينل، فريق عربي موجود في الفاينل، في بطوله بتقام دلوقتي في قطر، اعتقد هيكون خير ختام لبطوله كاس العالم. مباراه المغرب وفرنسا فنيا اكيد دكتور احمد اتكلم في قصه قد ايه بيلعبوا 4-1-4-1 ازاي، وليدريك راكي بيضغط بشكل كويس قوي عن طريق ثلاثي الوسط سواء مرابط او بلاح او ناحي، والتحول الهجومي عن طريق زياش. ولكن عايز اتكلم يا كابتن عن سفيان بوفال، بوفال الجناح طبعا الاخر للمنتخب المغربي، بيقدر ان هو يلعب بشكل كويس قوي. دي مثلا مشوار الفريقين، بس هكمل بس موضوع بوفال. بوفال من اكثر اللاعبين مراوغات في البطوله، من اكتر اللاعبين اللي بيراوغ في البطوله بس بشكل صحيح. بيقدر يعمل تحرر بشكل كبير جدا للظهير الايسر، بيقدروا يلعبوا كروسات حلوه جدا على راس طبعا يوسف النصيري، او حتى كمان في مساحات يقدر يسدد من خلالها. زياش لو كان استغل معظم الكرات اللي هي بتتلعب مرتده بشكل سريع جدا على طبعا الدفاعات الخصم، اعتقد هيشكل خطوره كبيره جدا. وعلى المنتخب المغربي انه ما يقسي القوه بتاعه المنتخب الفرنسي على قوه اسبانيا او على قوه البرتغال، لان المنتخب الفرنسي هو اجهز فريق موجود في الوقت الحالي. انت هتلعب على كيليان امبابي، هتلعب على جريزمان، جريزمان في البطوله دي بيقدم بطوله رائعه، من اكثر اللاعبين اللي بتصنع فرص وبتخلق فرص للمنتخب الفرنسي. عندك ديمبلي، عندك اوليفي جيرو بيقدر يخطف، يعني جيرو من المهاجمين اللي بتقدر تخطف اهداف. فعلى منتخب المغرب انه يركز، يمكن في اصابه شويه في خط دفاع المنتخب المغربي، ولكن في مباراه البرتغال اطمنا، بدر بانون ظهر بشكل كويس جدا، جواد اليومك لاعب بلد الوليد في اسبانيا ظهر بشكل كويس قوي، عندك حتى في مركز الظهير الايسر لما غاب عنك مزراوي لاعب برده يحيى عطيه الله بشكل محترم، وليد الركراكي خرج شكر وهو اللي بعد المباراه. فاظن ان انت لازم يعني توصل بفرنسا لابعد ابعد حاجه ممكنه في المباراه، ما ينفعش انك انت تنزل المباراه ضاغط زي يعني تنزل انك عايز تلعب برده على كرات ثابته. عندك تغييرات، عبد الحميد الصبيري لعيب صغير بس بيعجبني جدا في منتخب المغرب، وناحي لعيب بياخد الكره يا كابتن بيقدر يوصل بيها في اي مكان في الملعب بكل سهوله، بيلعب بريحيه، وده اللي مخلي برشلونه بتفكر فيه، هو لعيب قريب قوي من لمسات برشلونه، لعيب سهل يعني، لعيب بياخد الكره بيطلع بيها، مرابط ليفربول خلاص بتخلص فيه، لعيب سهل برضه بيطلع الكوره بيضغط بقوه، لكن بيطلع الكوره بشكل صحيح. اعتقد منتخب المغرب هيكون منافس صعب لفرنسا، ولكن فرنسا هي اقوى منتخب هيلعبه منتخب المغرب خلال الفتره اللي فاتت، اقوى من اسبانيا واقوى من البرتغال واقوى من بلجيكا طبعا. طيب خلينا نروح للاكثر صناعه للاهداف والاكثر صناعه للفرص والاكثر صناعه لمحاولات على المرمى والاكثر مراوغات ناجحه. الاكثر تسجيل الاهداف والاكثر صناعه للاهداف، هنبص نلاقي ان في الاول كيليان امبابي هو هداف البطوله حتى الان برصيد 5 اهداف من فرنسا، ميسي في الارجنتين 4 اهداف، اوليفي جيرو في فرنسا 4 اهداف، 2 من فرنسا في الهدافين في جيرو ومبابي. في الاكثر صناعه للاهداف الاكثر اسيست، برونو فرنانديز من البرتغال 3 اسيست، انطوان جريزمان 3 اسيست، وجريزمان بيقدم احسن لعيب في فرنسا في المونديال جريزمان. اوكي جريزمان عامل 3 اسيست، يمكن هو اهم كمان من امبابي، يعني جندي مجهول في الفرقه اكتر اسيست، اكتر لعيب صنع فرص في البطوله في المونديال كله جريزمان 17 فرصه. طبعا ميسي برضو من اكتر اللعيبه اللي صنعت فرص، تاني اكتر لاعب في المونديال صنع فرص ميسي 16 فرصه، يبقى ميسي موجود في الهدافين وموجود في قائمه الاكثر صناعه للفرص. نعم. وميسي اكتر لعيب في البطوله عمل محاولات على المرمى 25 محاوله، اكتر لعيب راح على الجون. ميسي يعتبر شايل الارجنتين بالارقام، يعني قدامنا الارقام اهي 25 محاوله، امبابي في فرنسا 22 محاوله، جيرو 13، تحس ان في فرق في الارقام ما بين الاول اثنين صحيح واللعيبه الباقيين في المونديال كلها، يعني تحس ان امبابي وميسي دول في حته بيروحوا على الجون كتير قوي وباقي المونديال ما راحش بنفس المحاولات. ده طبعا معدل في الماتش الواحد 25 محاوله في الماتش الواحد يعني. نكمل برضو الاكثر مراوغات ناجحه، الاكثر مراوغات جمال موسيالا من المانيا 19 مراوغه ناجحه. امبابي موسيالا ستايل لعبه مختلف عن المانيا صحيح، موسيالا يعني موسيالا لعيب مهاري قوي وحريف جدا، تحس ان منتخب المانيا كله
اللي هو التمريرات والبدني والمكن والحاجات دي. فستايل امبابي برضو 15 مراوغه. المفاجاه سوفيان بوفال ثالث اكتر لاعب في المونديال عامل مراوغات ناجحه، زي ما جيمي كان بيتكلم ان هو عامل 12 مراوغه ناجحه. الاكثر تاكلينج صحيح في البطوله اشرف حكيمي، اشرف حكيمي في المغرب عامل 19 تاكلينج، يليه بلينجهام اللي هو اللعيب الموهوب الصاعد. ده بيأكد ان بلينجهام مش بيدافع مش بيهاجم بس، ده عنده القدرات الدفاعيه كمان. 16 مره كوفازيتش في كرواتيا 15 مره. واللي الاكثر تشتيت للكوره ده بيقول لك مين المدافعين اللي في البطوله اللي انت تحط عينك عليهم. جافارديول اللي هو مدافع منتخب كرواتيا اللي عنده 20 سنه اللي بيلعب في لايبزيج الالماني، مشتت الكره 32 مره، واحد من احسن المدافعين، ممكن يكون هو احسن مدافع، هو ورومان سايس مدافع منتخب المغرب عامل 30 مره. وبعد كده كولوبالي طبعا اللي خرج مع السنغال 30 مره. برضه كابتن جافارديول ده يعني 20 سنه، سنه صغير جدا. يمكن كرواتيا الناس بتتكلم ان ده نهايه الجيل، هو فعلا نهايه الجيل خلاص، بس بدايه جيل اخر، جيل تاريخ، بس بدايه جيل اخر. راجل بيلعب عنده 20 سنه جنب لوفرين طبعا نجم ليفربول السابق، فالعمر كبير جدا، فريق كبير جدا. بص على جافارديول في البطوله دي عامل ازاي، بص على لوفيكوفيتش عامل ازاي الفتره دي، بص حتى على بريزيتش. بريزيتش لعيب كبير بس بص بيأدي ازاي. منتخب كرواتيا مش منتخب وليد صدفه، ويمكن حتى قالها دالتش المدير الفني النهارده في المؤتمر الصحفي، قال احنا منتخب احنا اللي فتحنا للمغرب الطريق انها تبقى قادره انها توصل للنصف النهائي، لان احنا اللي كنا مفاجاه في قبل كده في 2018 بصناعه الجيل ده. فكرواتيا شغاله صح جدا في الكوره، فاعتقد ان جافارديول ده فعلا من افضل يعني المدافعين اللي موجودين دلوقتي حتى في العالم، واعتقد ان مسيرته هتتغير بشكل كبير جدا وهيمشي من لايبزيج. طيب الارجنتين وكرواتيا وصراع على بطاقه نهائي كاس العالم، مباراه صعبه الحقيقه برضو ما بين الارجنتين وكرواتيا، مباراه يعني هل من الممكن ان يتكرر نهائي كاس العالم فرنسا وكرواتيا مره اخرى؟ ممكن طبعا، بس الارجنتين منافس قوي والمغرب منافس قوي. الارجنتين بميسي والحلم والتعاطف الناس مع ميسي واللي بيحصل ده، بس هو مشكله الارجنتين في التغييرات المدرب تبقى مش حلوه. يعني تغييراته في ماتش الارجنتين ضاعت منه الماتش. بيعمل حاجات يعني ماشي، تغييره لوتارو هو كان ماشي كويس، يعني هو مثلا بدا البطوله ب 4-4-2. انا عايز كان عايز اقول لك حاجه، في ماتش هولندا تحديدا هو لعب مباراه تكتيكيه رائعه في الشوط الاول، الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني، لغايه ما بدا يغير، لغايه ما نزل لوتارو مارتينيز، لغايه ما نزل لوتارو ينزل وبلدس وخناقات ودخلت في اداره، بدا ب 5-4-1. بدا ب 5-4-1 كان مأمن بطريقه 5-4-1 مان تو مان، الاثنين لعبوا مان تو مان صح الاثنين، فالماتش كان خانق جدا. وكان بيلعب على لعبه اللي هو ايه، ميسي ياخد نسان اكي اللي هو مدافع هولندا معاه، يخش بيه لبره، يخش بيه لبره ويفتح المساحه بره، ما بين يطلع بيه لبره الباك رايت، الباك رايت يوم اللعبه اللي جت منها الجول، وجت منها لعبه في الشوط الثاني ضاعت صح. فهي دي اللعبه اللي كان بيلعب عليها، كان ماشي كويس جدا وكان خلاص الارجنتين هتكسب و2-0. انت عارف ان ده الماتش الوحيد اللي انا حسيت ان فيه واحد بيغير شكل فريق، مدرب بيغير شكل فرقتين، سواء فانجال او حتى سكالوني، سكالوني برضو مع الارجنتين، الاثنين غيروا في مباراه هولندا والارجنتين. بس فانجال عمل تغييرات، مدرب كبير عمل تغييرات، قلب الماتش بتغييراته. هو ميسي رجع النهارده في تصريحاته او امبارح في تصريحاته ابتدى يقول ان يعني طبعا ده مدرب كبير وبتاع، بس انا ما كنتش متوقع ان هم كانوا متعصبين يا كابتن زياد عن اللازم. انا كنت بشوف ان هم يعني مقبولين شويه، ما هو خلي بالك دايما النجم لما تلاقي واحد زي ميسي كده لما يتخانق ولا بيعمل بتلاقي الفرقه كلها سخنت. خلي بالك يعني هو لو ما اتكلمش مش هتلاقي كله ساكت صح. بس برضو الارجنتين حظها حلو ان هي ما قابلتش البرازيل طبعا، يعني انا شايف ان برضو ايا كان، حتى اصل البرازيل انت بتتكلم، البرازيل عملت ماتش حلو قدام كرواتيا طبعا، يعني البرازيل هي اللي كانت لها محاولات 22 محاوله او 21 محاوله وراحت كتير وضيعت كتير، لولا تالق حارس كرواتيا هو اللي انقذهم. يعني انا شايف لا، وعندهم برضو بريزيتش برضو واحد من كرواتيا، المنتخب الكرواتي واحد من افضل اللاعبين في العالم في هذا المكان. ثلاث نسخه كابتن، ثلاث نسخه يسجل فيها في كاس العالم، انه كبير في السن بس يعني وبيلعب في مركز غير اللي بيلعب فيه في توتنهام. يعني هو لما راح توتنهام من انتر ميلان بقى بيلعب باك ليفت، رغم ان هو بيلعب هاف، فبيقدم بشكل كبير جدا، وده ثالث مره يسجل في كاس العالم، فاعتقد لا بريزيتش مميز. بس ممكن تمشي مع الارجنتين ويوصلوا نهائي. عموما هنكمل كلامنا في هذا الامر، خلينا نطلع نشوف بريزيتش انفوجراف ونرجع نكمل.
على الجانب الاخر الفرق الجماعيه او او كره القدم الجماعيه كانت وجهه نظري ان كره القدم الجماعيه هي السائده في العالم دلوقتي، لا، لكن بعد وجود واحد زي ميسي مع الارجنتين ومبابي مع المنتخب الفرنسي وحكيم زياش مع المنتخب المغربي ولوكا مودريتش وبريزيتش مثلا مع المنتخب الكرواتي، الاربع منتخبات اللي وصلت بمجهود جماعي، ما فيش حد بيوصل، ولكن في النهايه الفرديه هي الطاغيه على الموضوع. اكيد الكل بكره بيبص على ليونيل ميسي في الارجنتين وبيبص على لوكا مودريتش في كرواتيا، حتى اللاعبين يا كابتن، يعني النهارده لو تبص على تصريحات بريزيتش في المؤتمر بيقول احنا عاوزين نهدي كاس العالم للوكا مودريتش، الناحيه الثانيه سكالوني والكل بيتكلم ان لازم ميسي يختتم مسيرته الكرويه 17 سنه دي بنهايه سعيده وهي مونديال 2022. انا بشوف ان بكره افتكر ان ميسي ممكن يعلن اعتزاله بعد لو خد كاس عالم، اظن لان هو كابتن ده الحلم بالنسبه له. انا عايز اقول لك ان النهارده تم يعني الاعلان كده بشكل رسمي من بعض المسؤولين في الارجنتين ان خلاص يعني انتهت جميع التيكتس او الطيران اللي ممكن الارجنتينيين يسافروا فيها في قطر. من اكبر الجاليات اللي موجوده دلوقتي في قطر هم الارجنتين. صحيح. يمكن اعلى مباريات كانت موجوده في حضور جماهيري كانت من الارجنتين، مباراه المكسيك اكيد طبعا، مباراه المكسيك كانت 89,000، مباراه هولندا كانت برده عدد كبير جدا تخطى 86، فاعتقد ده بيكون نجاح كبير وبيديك برده دفعه انك بتحس انك بتلعب في بلدك، بتحس انك انت وسط جمهورك. فبكره لوكا مودريتش لو قدر ان هو ياخد مساحته في وسط ملعب الارجنتين اعتقد ان بكره لعيبه الارجنتين بلغه الكره كده هتضرب، يعني ايه باراديس هيضرب، هما بيبقوا مقفلين وبيلعبوا لميسي، خلي بالك يعني بالزبط. هي اللعبه واضحه، بس كابتن ميسي بيحل بشكل مختلف، يعني ميسي شفنا في الجول الاولاني اللي كان دكتور احمد بيتكلم فيه مستني الظهير يتحرك وهو بيتحرك بشكل ثاني خالص، ما تعرفش هو باصها ازاي، وبعدين باصص الناحيه الثانيه يعني عامل الكره الناحيه دي بكل سهوله، يعني مدافع يعني هو باصص كده وداها كده، مهما كنت مدافع انت مش هتعرف تقامل، ما تعرفش هو هيلعبها ازاي. فبكره ميسي اكيد هو اللي عليه السبوت كله. ميسي بكره لو الارجنتين محتاجه تصعد لابد منها تسجل هدف او اثنين في بدايه المباراه، محتاجه تخلص اللقاء من بدري، لان لو كرواتيا شدتك لحد الوقت الاضافي او حتى ركلات الترجيح اعتقد تكون مهمه الارجنتين صعبه جدا في ظل وجود ليفاكوفيتش. انفوجراف وعن ليونيل ميسي لانه يستحق، مش يستحق انفوجراف، ولكن يستحق الحقيقه حاجات كتيره جدا. نطلع نشوف الانفوجراف ده ونرجع نكمل. طيب المباراة الأخرى المغرب وفرنسا، يعني ممكن نتكلم كل شوية عن هذه المباراة وكل شوية نتكلم عن التكتيك في هذه المباراة، لأن احنا حابين نتكلم كل شوية عن المغرب. يعني طبعا المغرب مشرفة العرب بشكل كبير جدا، بس خلينا نقول ان فرنسا هتبقى أكتر شراسة، يعني عندها شراسة هجومية كتير، عندها حلول كتير. أوكي. عندهم بس احنا متعودين على المنتخب المغربي بيقفل بشكل جيد، صح. وعنده عنده مجموعة من اللاعبين جيدين جدا في الناحية الدفاعية والهجومية، ولكن في الناحية الدفاعية يعني خلي بال حضرتك برضو ان وفرنسا يعني اقوى دفاع بتقابل المغرب، اقوى دفاع بتقابل فرنسا اللي كل المباريات دخل فيها اهداف. صحيح. ولا مرة من اول البطولة كلين شيت، يعني فرنسا الاول لعبت استراليا 4-1 لفرنسا، بعد كده الدنمارك 2-1، بعد كده خسرت من تونس 1-0، بعد كده خسرت من بولندا 3-1، بعد كده خسرت من انجلترا 2-1 وضيعوا ضربة جزاء كمان انجلترا. فانت بتتكلم ان فرنسا هي كسبت ولكن يعني دخل فيها جون يعني. فانت بتتكلم ان ولا كلين شيت لفرنسا، عندهم بعض العشوائيه، بشوف ان هم عندهم نوع من التهور شويه في الدفاع ممكن تستغلها في الهجمه المرتده بتاعه المغرب. نعم. ولكن حذاري من الكرات العرضيه طبعا، من السرعات بتاعه امبابي، هنشوف مواجهه ثنائيه ما بين الصديقين امبابي واشرف حكيمي، دي هتبقى مباراه ثنائيه، حذاري من عرضيات جريزمان وتيو هرنانديز الباك ليفت، الاثنين دول عندهم عرضيات ممتازه. الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي أوليفي جيرو، نطلع نشوف هذا الانفوجراف ونرجع نكمل.
على الجانب الاخر الناحيه الهجوميه للمنتخب المغربي الحقيقه معظمهم بيدافع بشكل جيد جدا، ولكن ايضا متالقين في الناحيه الهجوميه سواء حكيم زياش او بوفال او يوسف النصر. على كابتن منتخب المغرب ثلاث حاجات قدام فرنسا، ما يعني بلاش يحاولوا يعملوها في بدايه حتى المباراه، انك تندفع على المنتخب الفرنسي، اكيد الجمهور هيكون بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي، فحته انك تندفع وتهاجم منتخب فرنسا في بدايه المباراه هتسيب مساحات، هتشكل خطوره كبيره جدا على مرماك، على مرمى ياسين بونو. تاني حاجه حته انك انت يعني تهمل في حته انك وسط الملعب بتاعك، وسط الملعب لازم يكون متامل من جانب اطراف الملعب زي ما شفنا جميع المباريات اللي فاتت، بوفال يدخل في العمق، النصيري ينزل وسط الملعب، وحكيم زياش على الاقل تتخطى اكبر وقت من المباراه والنتيجه سلبيه. بلاش منتخب فرنسا يخطف في بدايه اللقاء بهدف، لانك هتصعب المهمه ساعتها عليك بشكل كبير جدا. حته برضو وليد الركراكي بيتكلم مع لعيبه، هو مش محتاج في مباراه زي دي انه يتكلم مع لعيبه، انت بتلعب نص نهائي كاس عالم، مش هتلعب مباراه زي دي بشوفها من وجهه نظري تاني بنفس القوام، ده مباراه تاريخيه، فانت لازم تبقى عارف انك بتلعب منتخب كبير. الناحيه الثانيه فرنسا هتهدد مرماك بشكل كبير جدا، ولكن دكتور احمد اتكلم في حته عشوائيه دفاع منتخب فرنسا بالفعل، يعني كوندي ولوريس مش الاثنين اللي هو مع فران مش زي هجوم فرنسا، يعني تحس ان المنتخب شويه غير، كمان عدم وجود قوه في وسط الملعب، انا بشوف حتى وجود تشاوميني او رابيو مش كانتي وبوجبا، يعني في فرق كبير جدا ما بين الاثنين، فالاثنين بتوع وسط الملعب مع وجود يمكن جريزمان هو لما بيعمل عمق في وسط الملعب بيقدر يشكل انه يعمل زياده هجوميه بشكل كبير جدا، بيقطع كرة بشكل كويس قوي، مراوغاته صحيحه بشكل كبير، ديمبلي مش اللعيب المؤثر، ولكن صلاح فرنسا بكره هيبقى متمثل في مبابي لو اشرف حكيمي قدر ان هو يستغل ان هو يعرف مبابي كويس ويتمرن معاه بشكل كويس كل يوم، يعني بشكل يومي، فانت اكيد عارفه زي ما شفنا كده لقطه يعني هاري كين طبعا مع منتخب انجلترا ضد فرنسا وضد لوريس، الاثنين في فريق واحد وقدر يلعب عليه في ركلات ترجيح وقدر يتكلم يبص له وهو عارف ان ده اللعيب حارس بيتمرن معايا كل يوم. مبابي لو قدروا يتم الحد من خطورته اعتقد منتخب فرنسا هيفقد كتير جدا من قوته. يوسف النصيري وانفوجراف ونرجع نكمل. اخيرا كل التوفيق طبعا، الكل ينتظر المنتخب المغربي، ولا مين اللي هيلعب في النهائي من وجهه نظرك طرفي النهائي؟ تمنياتي المغرب والارجنتين، تمنياتنا كلها المغرب، لكن مين اللي هيلعب؟ توقعاتي فرنسا، يعني فرنسا هتكون موجوده في الفاينل، وانا بتمنى ليونيل ميسي يكون موجود في الفاينل، لكن بشوف ممكن يحصل مفاجاه. مفاجاه يبقى كرواتيا. يعني فرنسا وكرواتيا بشوف كده. اوكي احمد، الارجنتين والمغرب برضه. الارجنتين والمغرب في النهائي لمصلحه البطوله كمان. اتمنى المغرب لا انا اتمنى وفنيا برضو ممكن جدا ان انا نقفل بشكل كويس، لانه وجهه نظري ان في الناحيه الفنيه ان انت بتعتمد على مبابي وديمبيلي ناحيه اليمين بيعتمدوا على ايه؟ على المساحات. مفيش مساحات في المغرب بالظبط، طول ما مفيش مساحات مش هتعرف تجيب جول. وجهه نظري ان فرنسا، ما هي فرنسا جابت الجوان ازاي في مساحات، في المساحات اللي بتاعت طول المباريات كده، طول الفتره اللي فاتت المنتخب الفرنسي كسب كده. المباراه الوحيده اللي اتغلب فيها من المنتخب التونسي اتلعبت ازاي؟ اديك مساحات، قفل لك المساحات وقدر يجيب في الجول بالظبط، في عشوائيه دفاعيه. طبعا الموضوع مش بالسهوله اللي انا بقولها، ولكن المدربين والمديرين الفنيين بيبقوا شايفين طبعا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بشكل او باخر. نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله في المباراه القادمه. اعرف برضو رايكم في قرعه كاس الدوري ابطال افريقيا ودوري ابطال افريقيا لانها البطوله الاهم، دوري المجموعات. يا احمد ابدا بيك في مجموعه النادي الاهلي وصن داونز كالعاده، ونشوف اي فرقتين تانيين، القفن والهلال. ده للعام الخامس على التوالي، للعام الخامس على التوالي بنقع مع صن داونز. بالتاكيد انا شايف ان مجموعه الاهلي اصعب مجموعه. اوكي.
انت بتقابل سان داونز اللي عارفك واللي بيجي لك لخامس سنه على التوالي، حافظ القاهره وعارف كل حاجه وعارف الخبايا بتاعت النادي الاهلي وبقوا متابعين اخبار النادي الاهلي، وبالتاكيد هم برضو دعموا بشكل كويس جدا وجابوا برضو لعيبه من امريكا الجنوبيه وعندهم لعيب من تشيلي كويس وعندهم استقرار وعندهم بيتر شيلويل ده الهداف وعندهم زواني وعندهم سيرينو، نفس اللعيبه ونفس الاستقرار وبداوا يدعموا. ده بالنسبه لسان داونز. ليه خليناها اصعب مجموعه؟ عشان الهلال السوداني. الهلال السوداني معاه فلوران ايبنجي اللي كان ماسك فيتا كلوب اللي هو المدرب الخبير اللي هو الكونغولي، فمسكهم وعمل لهم استقرار، عاملين بدايه كويسه جدا في الدوري السوداني، 10 فوز من 10 مباريات. ملعبهم في مدرمان ملعب صعب وليه ذكريات برضو معانا كان كانتش حلوه قوي، وملعب رخم يعتبر كرويا يعني، فملعب مباراة صعبة جدا جماهيريا. الكلام ان لسه في يناير ربما الملعب ده يتعمل له اضواء كاشفة، وان شاء الله النادي الاهلي ممكن يلعب في المباراة اللي هناك هتبقى بالليل مساء يعني، حتى الان في كلام على كده ان هم بيعملوا الاضواء الكاشفة. الفرقة الثالثة القطن الكاميروني. القطن الكاميروني فرقة عندها خبرة افريقية، فرقة كانت بتلعب كونفدرالية، بتلعب دوري ابطال افريقيا، بس فرقة تعتبر حظوظها انا شايفها في المجموعة مقارنة طبعا بالنادي الاهلي وصن داونز والهلال اقل شوية، لانها فرقة مهمتها ان هي بتصدر مواهب افريقية لاوروبا. هو الوقت اصبح فريق استثماري عايز يجيب فلوس، فبيطلع اللعيبة لبره عشان يجيب منهم اموال يعني للنادي. فطبعا مجموعة صعبة، ومجموعة الزمالك برضو بشوفها بصراحة مجموعة صعبة. هنرجع نتكلم عن مجموعة الزمالك يا محمد. مجموعة الاهلي مجموعة صعبة، يمكن انا بتفق مع دكتور احمد ان هي من اقوى المجموعات الموجوده دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، ولكن يظل الاهلي هو اللي الفرق دايما بتعمل له الحساب الكبير جدا، فريق واخد 10 دوري ابطال افريقيا هو اللي دايما المنافس الاول على اللقب. يمكن فريق سان داونز السنه دي مش مختلف كتير عن السنه اللي فاتت، يمكن السنه اللي فاتت سان داونز كان قدر يكسب الاهلي في دور المجموعات 1-0 و1-0 ذهابا وايابا. بشوف ان سان داونز السنه دي في نفس الاستقرار، نفس الاطار الفني اللي موجود من ايام بيتسو موسيماني مساعدينه اللي موجودين من 2015 في الفريق، فريق بيكسب في الدوري الجنوب افريقي 3 و5 اخر 6 مباريات في الدوري الجنوب افريقي قدروا ان هم يفوزوا بيها، قدروا كمان ان هم يعني يلعبوا بشكل كويس جدا، متصدرين الدوري هناك برصيد طبعا 28 نقطه وبفارق 6 نقاط عن المركز الثاني. فريق الهلال السوداني انا بشوفه هيكون منافس يعني في المجموعه الفتره دي بسبب فلوران ابينجي. فلوران ابينجي حقق نجاحات كبيره جدا مع فيتا كلوب بالنسبه لفيتا كلوب، وكان منافس يعني بلغه الكوره كده رخم قدام الاهلي وقدام الزمالك وقدام كل الفرق اللي بيلعبها، ولكن بعدها عمل نتائج مع منتخب الكونغو الديمقراطيه وكان موجود في امم افريقيا اللي لعبناهم هنا في مصر، وكمان بعدها تولى فريق نهضه بركان المغربي وقدر يفوز ببطوله الكونفدراليه، وفي نفس التوقيت بدعم الصفقات اللي موجود دلوقتي في الهلال السوداني. انا تواصلت النهارده مع نائب رئيس النادي واتكلمت معاه على قصه الملعب هيلعبوا فين. السنه اللي فاتت كان في مشكله في بيلعبوا في مصر او بيلعبوا في بلد اخرى، اتكلم معايا قال لي لا في والهلال برضو كان عندهم نفس الازمه، اتكلم معايا وقال لي لا احنا خلاص حلينا الازمه والمباراتين هيكونوا في ان شاء الله في مدرمان وقلم بالاهلي، ومباراه هتكون متقاربه بشكل كبير جدا في المستوى. هم عاملين صفقات، متصدرين الدوري السوداني برصيد 30 نقطه يمكن عكس المريخ اللي موجود في مجموعه نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ففي فارق كبير جدا دلوقتي ما بين الهلال والمريخ. الهلال عايز يرجع تاني زي ما كان في 2008 و2007، حضرتك لعبت قدامه كانوا فرقة جامدة جدا، جودوين واعتقد يعني لعيبة كانت مميزة. أظن إن القطن الكاميروني هيكون هو الفريق اللي الكل حابب يصعد، يمكن برضو بشوف إن مباريات الأهلي وترتيبها في فايدة صالح النادي الأهلي، يمكن أول مباراة لما تبدأ قدام القطن الكاميروني وتختتم بالهلال السوداني الاثنين في القاهرة، أعتقد إن شاء الله النادي الأهلي يبقى قادر على الصعود للتأهل إن شاء الله للدور القادم. طيب مجموعه نادي الزمالك، الترجي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني، ثم المريخ السوداني. يمكن مجموعه برضو صعبه، الترجي التونسي واحد من الفرق معاه فرقتين يعتبر وصلوا نص نهائي السنه اللي فاتت، او شباب بلوزداد كان قريب كان بيلعب الوداد المغربي في نص النهائي، والترجي برضو هو اللي كان في دور الثمانيه كان خرج من الفرقه اللي قبلها يعني، فيعتبر فرقتين خبره. الترجي عامل صفقات كويسه وماشي بشكل كويس قوي السنه دي، بشوف ان الترجي طبعا منافس قوي واعتقد ان هو ممكن يكون مرشح ان هو يتصدر المجموعه، والزمالك طبعا برضو فريق ماشي بشكل كويس. شباب بلوزداد بقى هو المفاجاه بتاعه المجموعه دي، شباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري، عامل صفقات بشكل كويس وعنده خبره، وكمان زاد عليهم كريم العريبي اللي هو المهاجم اللي جاي كان بيلعب في الدوري الفرنسي، وعندهم برضو اسلام بوكير، فهتبقى مجموعه صعبه، لكن المريخ السوداني هو اللي هيبقى انا شايفه ان هو يعني هيبقى اقل الفرق في المجموعه دي. مجموعه الزمالك اكيد صعبه على نادي الزمالك، يمكن هي تكرار
لمجموعه السنه اللي فاتت لما كان معاه الترجي ومولوديه الجزائر وتونج السنغالي، ولكن نادي الزمالك عليه برضو ان هو يركز في اول ثلاث مباريات في دور المجموعات، لانه دايما بيبقى يعني بيفشل في الفوز في اول ثلاث مباريات في دوري ابطال افريقيا، فده بيأثر على قصه التأهل وحسابات التأهل. يمكن الترجي التونسي كان تفوق بشكل كبير جدا على نادي الزمالك السنه اللي فاتت، السنه دي اعتقد ان المجموعه هتكون صعبه. لو بصيت على الترجي التونسي، فريق دعم بصفقات، فريق يا كابتن عايز يرجع تاني لمنصه دوري ابطال افريقيا. يمكن اخر ثلاث سنين الاهلي مسيطر بشكل كبير جدا، لولا طبعا المباراه النهائيه اللي فاتت والاهلي خسر ما قدرش يفوز بثلاث بطولات ورا بعض. الترجي عمل صفقات، عاوز يفوز بالبطوله. شباب بلوزداد بتفق جدا مع دكتور احمد ان هو فريق جيد، فريق يقدر ينافس في المجموعه، يقدر يبقى فريق اللي هو ما تعرفش تاخد نقطه منه في الجزائر بشكل كبير جدا. برضو بالنسبه لي ترتيب مباريات نادي الزمالك في دور المجموعات اعتقد صعب شويه بالنسبه لهم، لانه هيلعب برضو الترجي الجوله الثالثه والرابعه، وده نفس اللي حصل السنه اللي فاتت، وقتها كان تفوق الترجي على نادي الزمالك. فالزمالك لو عاوز يصعد من المجموعه دي لازم يفوز طبعا بمباراته كلها اللي في القاهره، لان السنه اللي فاتت كان بيحصل تعادلات بشكل كبير جدا. فاعتقد ان هي برضو هتكون مجموعه صعبه، ولكن بشوف ان مجموعه النادي الاهلي اقوى بشكل كبير جدا، خاصه بعد صفقات الهلال. يمكن الناس مش متابعه بشكل كبير جدا للهلال، ولكن الهلال عمل صفقات كبيره وهيكون منافس حتى مع صن داونز على التأهل ان شاء الله مع الاهلي. عموما هننتظر ايه اللي هيحصل ان شاء الله بعد يوم الاحد القادم. احنا طبعا كالعاده يعني هنجيب لحضراتكم كل ما يتم او كل ما يقال عن هذه المجموعه النادي الاهلي، سواء القطن الكاميروني او سان داونز او حتى نادي الهلال السوداني، وهنقعد بقى نفصصهم ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي بكره، ان شاء الله بكره وبعده هنبدا البرنامج الساعه 11 بالليل، بكره وبعده ثلاث والاربع بشكل خاص، يعني علشان ان شاء الله لو المباراتين انتهوا، المباراه بكره ان شاء الله تبدا الساعه 9، فمن المفترض انها تنتهي الساعه 11. ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 11 بكره الثلاث، وبعده ان شاء الله يوم الاربع في البيت الكبير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.